اول حاجه نبغي نقولها كنكره دره. ثاني حاجه نبغي نقولها فاش قالوا لي سميتي توقعت سميتي، لانهم مش انا اللي كنت كنغني في البرايم، مش انا هي. انا بالنسبه ليا كنحس كنت نقدر نعطي بزاف حسن ومزيان بالنسبه ليا حسن، يعني باش نقدر نعطي حسن، حيت الا ما تحطيتش في هذا الموقف ما نقدرش نعطي احسن ما عندي. هي صعيبه تكون يكون نومينال اخر مغربي ويكون واحد عزيز عليك في الاكاديمي، طبعا صعب، يعني ما نكذبش على راسي نقول سهل سهل ولا عادي، صعيبه، ولكن كل واحد وزهره. والله ما بخفي الحال الا انا نوميني متاثره شويه، ولكن مزيان ليا باش نزيد اكثر ونتقدم اكثر ونعطي اكثر، وغادي تشوفوا حاجه اخرى باذن الله اللي غينقدوه الجمهور. سكينه، يعني كنقول يمكن سكينه كنتوقع فاتن غتبقى. انا نبغي نغني اغنيه الناس اللي كيبغيوني، وحتى انا كنحماق عليهم، لاي واحد كيبغيني سورتو او خصوصا المغرب، المغربي المغاربه، ونتمنى تعجبكم. مغربي وافتخر ونعلي راسي لفوق، مغربية الأصل طيبة وجمال وذوق، مغربية وافتخر مغربية، مغربية وافتخر مغربية. كنتو باغيني نبقى مع صحابي، كنتو كتبغيوني. أنا بعدا نبغي نقول لكم واحد الحاجة، أنا كنحماق عليكم، و إلا كنتو باغيني نبقى في ستار أكاديمي صوتوا لي على رقم 3 و